رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ينفذ منذ نحو يومين إضرابا عن الطعام في السجون التونسية احتجاجا على استمرار سجنه الذي تبرره السلطات بأنه جاء بقرار قضائي إثر شبهات فساد وغسيل أموال. في المقابل يرى حزب قلب تونس أن سجن القروي لا يخلو من تأثير سياسي وفق قيادات بارزة بالحزب. اليوم هو محتجز للقضاء القضائي في إضراب جوع لأنه فما إجراءات غير قانونية طبقت عليه اللي هو فات 6 أشهر من الإيقاف التحفظي ونورمالمون فما تمديد فما قرار لتمديد الوقوف التحفظي. حزب قلب تونس الذي أسسه القروي جاء في المرتبة الثانية في آخر انتخابات برلمانية عام 2019 قبل أن يتراجع ترتيبه تحت قبة المجلس النيابي إثر انقسامات شهدتها كتلته النيابية. ومع استمرار سجن القروي قد يؤثر بشكل أو بآخر على الاستقرار الحكومي والمشهد السياسي ككل. مبدئيا احنا مع الحزام وان لانه مربوط بالمصلحه تونس ومصلحه البلاد ودوله كامله وقت يسموها سد دوله احنا معاه. في نفس الوقت نطالبوا برفع المظلمه عن سيدنا نبيل القروي ولكل حادث حديث. وفي تطورات القضية أكد محامي نبيل القروي رفض الأخير التوقيع على قرار تجديد إيقافه بالسجن مستدركا أنه كان يتوجب على السلطات الإفراج عنه في 5 مايو الماضي. وعلى وقع ذلك شارك أنصار الحزب بوقفة أمام مقر القطب القضائي وسط العاصمة تنديدا باستمرار سجن رئيس الحزب. على وقع استمرار سجن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وحديث قيادات بارزة بالحزب بأن القضية لا تخلو من دوافع وتجاذبات سياسية، يبقى السؤال الكبير، هل يؤثر ذلك على مستقبل استقرار المشهد السياسي ككل؟ ياسر دبابش، الغد، تونس.